أعزائي المشاهدين، أهلا بكم من جديد في هذه الحلقة من حوار اليوم مع ضيفنا في الاستوديو الكاتب الصحفي الأستاذ إبراهيم الدراوي. أستاذ إبراهيم، هو السؤال يعني في إطار موضوع الحلقة، لماذا إفريقيا؟ وهل أفريقيا في هذا الإطار أصبحت بالفعل قوة مؤثرة وقادرة بالفعل على الوساطة ما بين روسيا وأوكرانيا وحل هذه المشكلة العالمية؟ يعني بداية لو نظرنا لتصريح الرئيس بوتين ورده بالمناسبة على المبادرة الأفريقية، نجد أن رد عظيم وقوي يدل على قوة المبادرة الأفريقية في حل النزاع بين روسيا وأوكرانيا. خلينا نقول أيضا أن هذه المبادرة عندما تظهر من دولة أو دول زي أفريقيا، أفريقيا هي مستهلك للعالم كله، لديها سوق كبير جدا بيأتي إليه من أوكرانيا ومن روسيا نفسهم، فإذا أفريقيا مستفيدة من هذه المبادرة. أعتقد أن نظرة الرئيس الروسي لهذه المبادرة وأعتقد النظرة الأوكرانية لهذه المبادرة، أعتقد أنها ستكون وستؤخذ في محمل الجد، وخدناها ورأيناها من تصريحات الرئيس بوتين لهذه المبادرة بأنه سيدرس هذه المبادرة، وقال نصا أن الحرب لن تدوم، يعني أو لن إذا طال أمدها لابد أو أن تنتهي. دي كلها تصريحات الرئيس بوتين تدل على أن القارة السمراء تذهب برؤية واستراتيجية لحل الأزمة الأوكرانية. لو خلينا نقول إحنا من الممكن أن نكون أفريقيا تحديدا تأخرت في هذا الطرح لأنها كانت تستكشف المبادرات اللي حدثت قبل كده. احنا كلنا نعرف ان هناك كثير من المبادرات حدثت بين لحل الأزمة الأوكرانية الروسية، هناك حالة من التعنت خلينا نقول للطرفين سواء الروسي او الأوكراني، كل يسعى لمصلحة شخصية فيه. اعتقد ان قسم العالم الى قسمين دلوقتي، قسم مع الأوكران وقسم مع الروس. أصبح هناك يعني خلينا نقول المجتمع الأمريكي والحلف الأمريكي مع أوكرانيا والحلف الأوروبي أيضا مع أوكرانيا، وهناك الصين ببعض الدول في آسيا مع الجانب الروسي، وده دي الأزمة الحقيقية إن احنا انقسمنا إلى قسمين. لم تجد ولم يكن هناك طرف ثالث بالمناسبة إلا أفريقيا التي لم تنحاز حتى هذه اللحظة لطرف دون الآخر. لو نظرت لقادة الدول الأفريقية وعلى رأسهم القاهرة، لم تنحاز لطرف دون الآخر إلا أنها كانت تقول أنه لا ينبغي أن تعتدي دولة على دولة أو دولة جارة على أخرى أو تتدخل دول أخرى في شؤون الدول الداخلية. كل ده تصريحات كانت أفريقية. لو نظرنا للمؤتمرات الأفريقية والقمم الأفريقية كلها، كان الحديث يدور حول هذا الأمر، وكل ما نشر من بيانات حول الحرب الأوكرانية من أفريقيا بالمناسبة كانت هي بمثابة التوازن الحقيقي في العالم. يعني بمعنى أن أفريقيا كانت متوازنة ما بين روسيا وما بين أوكرانيا. إحنا خلينا نقول مثلا بلد، أنا أحكم على مصر، مصر تستورد الغاز من روسيا وتستورد القمح من أوكرانيا، فإذا مصر مستفيدة من هنا ومصر مستفيدة، فكانت مصر على الحياد تماما بين أوكرانيا وبين روسيا لأنها لا تريد إشعال الفتيل الحرب مرة أخرى في هذا الأمر. وأعتقد أن مصر كان لها دور في إرساء مبدأ الحياد التام بين جميع دول أفريقيا، ولذلك ظهرت لنا هذه المبادرة التي أعتقد أنها من الممكن أن تلقى رواجا سواء كان في الحلف الأمريكي المناهض لروسيا أو الحلف الصيني المناهض لأمريكا. خلينا نقول أن إحنا دلوقتي كوريا والصين ومجموعة من دول آسيا وبعض الدول خلينا نقول إذا كانت أوروبية أو غيرها كانت مع روسيا، وأعتقد أنها كانت كرها في الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا وجدنا أن هناك دول لا تريد روسيا ومع الجانب الأمريكي زي الدول الأوروبية وبعض دول في آسيا أيضا. فالأزمة هنا إحنا مش عندنا مشكلة أزمة، يعني خلينا نقول ان طرفين محايدين هم اللي بيتعاملوا مع بعض. ده بتكلم على دول عظمى ودول كبرى حق الفيتو معاهم، وفي ازمات طاحنه ما بين هذين التيارين. فدلوقتي اعتقد ان افريقيا والقاره السمراء تدخل على خط الحياد الكامل بين روسيا واوكرانيا، واعتقد ان الحكماء في الطرفين خلينا نقول ان ممكن المانيا يعني تدعم المبادره الافريقيه، هنجد بعض الدول الاوروبيه ستدعم بقوه. هل تعود الولايات المتحده الامريكيه لهذا الدعم ام لا؟ اعتقد ان هي هيبقى فيه على خلاف
ما بين الجمهوريين والديمقراطيين في الداخل الأمريكي، والإدارة الأمريكية أعتقد أن هي من الممكن أن تنقسم في ظل دعم المبادرة من عدم دعمها. لكن لو نظرت إلى الجانب الآخر وهو الصين والدول المناهضة للولايات المتحدة الأمريكية، أعتقد أنها من مصلحتها في هذا التوقيت أن تتبع المبادرة الأفريقية. وأعتقد أن المبادرة الأفريقية من خلال تصريحات المسؤولين سواء في أوكرانيا أو في روسيا، أعتقد أنها من الممكن أن تجد حلا وأن تجد أذنا تسمع لي، خاصة احنا بنقول ان وفد رفيع المستوى زار روسيا. وانا اعتقد لو هذا الوفد زار اوكرانيا بهذه الصورة وبهذه الطريقة، اعتقد ان احنا على الطريق الصحيح. تمام. لكن هذا الموقف، موقف الحياد، حياد الدول الافريقية خصوصا في مجلس الامن الدولي، لم يكن متوقعا من جانب الولايات المتحدة الامريكية واوروبا. هل تعتقد ان هناك تغيير في الوضع الدولي فيما يخص الافريقيا، ويعني استشراف للمستقبل أن تصبح أفريقيا بالفعل قوة سياسية كبيرة مؤثرة على الساحة الدولية؟ يعني خلينا نقول أن المصالح الأمريكية تتصالح مع كل ما لديها، ودي خلينا نقول وكون مقتنعين أن الولايات المتحدة الأمريكية مبنية على البرجماتية البحتة، فده وضع طبيعي أن إحنا لدينا تواصل مع جميع الجهات الأجنبية والأمريكية والأوروبية بالمناسبة في القارة السمراء. يعني ليست دولة واحدة هي التي تتعامل مع أمريكا، أو المصالح الأمريكية في أفريقيا لم تنتهي والمصالح الأوروبية أيضا في القارة السمراء لم تنتهي. فبالتالي المصالح الأمريكية أعتقد أنها يعني من الممكن، أنا بقول لك أن هي من الممكن أن تنقسم إلى قسمين. هنا مش بتكلم على الولايات المتحدة الأمريكية فقط أو الدول الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية، أنا بقول إن احنا سنجد هناك دعم للمبادرة الإفريقية لأن هناك مصالح حقيقية بين القارة الإفريقية والقارة الأوروبية. معظم الدول الأوروبية لها مصالح في أفريقيا، من أول مصر مرورا بالساحل المتوسط حتى انتهاء جنوب أفريقيا، حتى الدول التي فيها نزاع زي أثيوبيا ودول الجنوب الأفريقي كلها اللي فيها نزاع زي السودان، ليبيا، بعض الدول التي فيها نزاع. أعتقد أن الغرب يعني هو له علاقات وطيدة بها ولهم مصالح متواجدة في القارة السمراء. عندما يحدث ان احنا لدينا مبادرة بهذا الامر وبهذه الصورة في القارة السمراء، اعتقد ان هناك عقل يدبر، عقل يفكر، عقل يخطط، وعقل بيقول لابد ان نأخذ خطوات عملية. وانا اعتقد ان الخطوات العملية التي ادت الى ان يشكل وفد رفيع المستوى بهذا الحجم وبهذه الصورة وبهذه المبادرة، والتوجه مباشرة ليس من افريقيا ولكن من روسيا، اعتقد ان دي مبادرة قوية وستجد رواجا عالميا، وبالمناسبة الاعلام كله يغطيها، الاعلام الغربي كله. وخلينا نقول ان الغرب اكتوى بالنار الاوكرانية الروسية في هذه الحرب الاوكرانية الروسية، اكتوى بها اوروبا تحديدا، واوروبا بالمناسبة هي التي تذوق مرارة هذه الحرب. يعني مرارة الحرب الروسية الأوكرانية لم تراها الولايات المتحدة الأمريكية إلا في نقاط بسيطة، وهي نقاط اقتصادية، ولم تتعرض الولايات المتحدة الأمريكية لأزمة غاز، لأزمة بترول، لأزمة كذا، لأن احنا كلنا نعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها مخزونها الخاص بها اللي من الممكن أن تستغني به عن ما يدور، ما سواء كان الاستيراد من روسيا أو استيراد القمح. انت كلنا نعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها فائض أيضا من القمح، ولديها فائض من الغاز، ولديها يعني فائض من مخزونات استراتيجية حقيقية لن تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية في هذا التوقيت ان هي يعني يبقى عندها أزمة. الأزمة عند الولايات المتحدة الأمريكية هي هتكون أزمة اقتصادية، وكلنا شفنا البنوك التي تعلن إفلاسها في يوم ورا التاني، ودي بالمناسبة سببها الحرب الأوكرانية الروسية. يعني الأزمة الاقتصادية الأمريكية هي تعاني منها من هذا المنطلق فقط. لكن أوروبا وتحديدا ألمانيا، فرنسا، بريطانيا، إيطاليا، كل الدول الأوروبية، الأرجنتين، كل الدول الأوروبية تعاني من أزمات اقتصادية سواء كان في الغاز والبترول، وكلنا بنعرف ان عندهم أزمات طاحنة في ظل هذا الأزمة والشتاء اللي عندهم، وهناك حالة من القلق الحقيقي تجاه ما يحدث من الأزمة الروسية الأوكرانية. فهل الحكومات ستصمت أمام هذا الأمر، أم يعني تتشجع وتذهب إلى مبادرة من الممكن أن تنهي الأزمة الروسية الأوكرانية في جلستين أو ثلاثة، شهر أو شهرين؟ أعتقد أن احنا في نهاية هذا العام إذا وجدنا
آذانا صاغية من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، أعتقد أن احنا من الممكن أن يكون هناك مقدرة على الروس بالمناسبة وعلى الصين، لأن أيضا لو نظرت للجانب الآخر أن هو عايز يعني يفتح لنفسه آفاق اقتصادية مع العالم. عندك أزمة في 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 روسيا النهاردة، أيوة في أزمة في روسيا إن هي مش عارفة تاخد حقوقها أصلا من الدول اللي بينها وبين بعض اتفاقات وتجارات، خاصة إن هي أوقف بعض الـ 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 الأشياء التي كان متفق عليها بين روسيا وبعض ومعظم دول العالم. فبدأ في أزمة حقيقية موجودة الآن في روسيا. احنا بنتكلم عن الأزمة الروسية هتتحل ازاي؟ تتحل لما احنا بنقول ان في تبادل تجاري هيحدث، في أزمة هتحل، في أزمات. انت عندك الصين ايضا طيب فيها مشكلة. استاذ ابراهيم، عند هذه النقطة يعني افريقيا كانت حكرا على الدول الاستعمارية السابقة، فرنسا وغيرها من الدول، وكان هناك تأثير واضح للولايات المتحدة الأمريكية في افريقيا، لكن في الفترة الماضية السنوات الماضية دخلت الى افريقيا قوى إقليمية كبيرة زي الصين وروسيا وتركيا ودول أخرى. هل يكون هذا الأمر مصالح روسيا في إفريقيا يكون حافز أو دافع للرئيس فلاديمير بوتين إلى أن يتوجه إلى الحل السلمي ويقبل بحلول وسط؟ يعني خلينا نقول أن أفريقيا بتضع بهذه المبادرة قدمها على الطريق العالمية بالمناسبة. وبوتين أنا أعتقد أن هو ذكي ويتعامل بذكاء في ملف الحرب الأوكرانية مع الروسية معاه، وهو بيتعامل مع المبادرات بالمناسبة بحل أذكى من ذلك. يعني خلينا نقول أن هناك مبادرات رفضت من أوكرانيا وروسيا. طب في مبادرات من الممكن أن ترفضها الولايات المتحدة الأمريكية والأوروبيين، لكن المبادرة الأفريقية ليس لها مصلحة حالية مع أو آنية مع روسيا وأوكرانيا بالمناسبة. من الممكن أن يعني خلينا نقول إن إحنا علاقة أفريقيا مع الصين ومع الولايات المتحدة الأمريكية بالمناسبة هي الأقوى مع في أفريقيا، لكن روسيا متدخلة، تركيا متدخلة، أوكرانيا كانت احنا شبه مستورد منها فقط بالمناسبة، ليس لديها علاقات سياسية ودبلوماسية مع القارة السمراء. لكن خلينا نقول ان احنا من الممكن القارة السمراء ان هي تغتني عن روسيا واوكرانيا وتلتزم الحياد زي ما كانت ملتزمة وليس لها علاقة بالاثنين، وتتعامل مع الجانب الروسي الصيني وتتعامل مع الجانب الامريكي سواء كان في تجارات اقتصادية وسياسية وكل ما لدينا من سواء كان تسليح وغيره في القارة السمراء. لكن خلينا نقول ان افريقيا بهذا الأمر تتجه لأنها تكون فاعل رئيسي في حراك عالمي من الممكن أن يضع القارة السمراء في منطقة تانية خالص، وده اللي تسعى إليه قادة دول أفريقيا، وخاصة أن احنا بنتكلم عن البرلمان الأفريقي والاتحاد الأفريقي وكل المؤسسات الأفريقية الدولية تتعامل بحنكة تجاه الملف الروسي الأوكراني. لم يعني خلينا نقول لو أنت بتتكلم عن إسرائيل نفسها انحازت إلى أوكرانيا، احنا لم ننحاز لا يمين ولا شمال، معظم الدول الافريقية لم تنحاز لا لروسيا ولا لاوكرانيا. كان هناك تصريحات ضد روسيا لما احدثته من دول وقادة دول عربية كبيرة وافريقية، وايضا كان هناك يعني إدانة لما فعلته أوكرانيا في بعض الأماكن في روسيا. يعني هناك إدانات متفاوتة، يعني أما بنشوف ده أخطأ بتقول عليه أنت أخطأت، أما بتشوف ده أخطأ بتقول عليه أخطأت. فبالتالي أفريقيا هي الدولة الوحيدة أو القارة الوحيدة التي من الممكن أن يكون لديها مبادرة، وأمريكا من الممكن أن توافق على المبادرة الأفريقية لأن لديها مصالح حقيقية واستراتيجية في أفريقيا. لكن أنا وجهة نظري في ما يحدث من الاتحاد الأوروبي، لا، الاتحاد الأوروبي الأكثر إنصافا والأكثر يعني هيكون مرونة في قبول المبادرة الأمريكية، لأن ارتباطاته الحقيقية داخل أفريقيا هي الأكثر، والمشاكل اللي عنده من الحرب الأوكرانية الروسية هي الأعمق بالمناسبة وليست الولايات المتحدة الأمريكية. نعم، هو يعني لم تعلن طبعا عناصر المبادرة الأفريقية بشكل عام، هناك طبعا بنود في الغالب هتكون سرية بتقدم للطرفين، لكن هناك تحفز أوكراني عام على أي مبادرة للسلام قبل الانسحاب الروسي من الأراضي الأوكرانية. يعني ما الذي يجعل هذه المبادرة الإفريقية مختلفة عن المبادرات السابقة، وهل من الممكن أن تكون احتوت على عناصر تقدم حل وسط للطرفين في هذه النقطة تحديدا؟ يعني خلينا نقول أن القارة السمراء هي ذاقت الأمرين في الحروب،
ودخلت في مصالحات كبيرة في الدول الأفريقية نفسها. فأنت لو أنت نظرت للقارة السمراء تجد أن هي كان ما بعديش علينا سنة إلا ما تلاقي في أزمة بين الجنوب مثلا زي السودان جنوب وشمال، تجد في أثيوبيا، تجد في كل مكان كان في أزمات وكان في يحدث في أزمات حقيقية بين الفصائل وبين دول جارة مع بعضها وبعض، كلنا بنعرف أن الأزمات دي وكان تحل من خلال القارة السمراء والاتحاد الأفريقي تحديدا هو الذي يتدخل ويحل هذه الأزمات. فإحنا من خلال التجربة، فأنت القارة السمراء لديها تجربة حقيقية في كيفية الوثوب على الخلافات الداخلية بين الطرفين والوصول إلى هدف أعلى وأسمى من الاثنين. يعني أنت محتاج إيه وأنا محتاج إيه، هي أفريقيا بقيادتها أعتقد أنها لديها حلول بتوصل إلى ما يتمنى الطرف الآخر أو ما يرضى الطرف الآخر. هي بتضع نفسها في أزمة مع هذا الأمر وبتتعامل فيه على أنها أزمة داخلية أفريقية وبتحاول حل هذه الأزمات. فأنا أعتقد أن المبادرة هترضي الروس في التوافق عليها وسترضي الأوكرانيين في التوافق عليها، بس هل إحنا العالم بقى هنا وتحديدا أمريكا وحلف الولايات المتحدة الأمريكية والحلف الروسي، هل هم لديهم الأطراف الداخلة الأخرى لديها رؤية فعلا في إنهاء هذه الحرب أم لديها أمل إن هي تمد هذه الحرب، وهل هي مستفيدة من مدها أم من إنهائها؟ أنا أعتقد لو الدول سواء وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها لو لديهم يعني خلينا نقول المصلحة العامة في إنهاء هذه الحرب، أعتقد أنها ستنتهي هذه الحرب في أقرب فرصة ممكنة، خاصة هذا ما نتمنى، خاصة إن إحنا بنقول مبادرة هي تصلح للطرفين وليست لطرف آخر. وبالمناسبة أنت بتتكلم على على قارة سمراء لم يكن لديها مصلحة مع هذه الدولة وضد هذه الدولة، لا إحنا لنا مصلحة مع الاثنين. أفريقيا كلها بتستورد قمح ومواد غذائية من أوكرانيا، وأفريقيا معظمها بيستورد غاز وأشياء أخرى من روسيا، فالأمر متاح لنا بالنسبة للطرفين. لكن هناك من يعتمد اعتماد كلي على أوكرانيا من الدول الأوروبية وغيرها، وكان لا يعتمد على روسيا بالمناسبة، زي الولايات المتحدة الأمريكية ما كانش فيه علاقات تجارية بينها وبين روسيا كويسة. لكن أنت بتتكلم على أن الأزمة دلوقتي من الممكن أن يكون الموافقة عليها من الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية أقرب من الولايات المتحدة الأمريكية. نعم، سبق هذه المبادرة الإفريقية حضور الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي للقمة العربية، وجزء كبير طبعا من الدول العربية هي دول إفريقية. هل كان هذا هو ما فتح الباب للدول الإفريقية لكي تقدم هذه المبادرة؟ يعني خلينا نقول ان الدول عندما يحضر القمم العربية والإفريقية، عندما نجد فيها مسؤولين من دول اخرى، اعتقد ان هي بيبقى رسالة واضحة من هذه الدول وتخطيط مسبق بالمناسبة. يعني عندما يوجه دعوة مثل هذه الدعوة لهذه الشخصية، يبقى هو انت من الممكن ان يكون هو يريد ان تتدخل، يعني الدولة نفسها اللي عندها المشكلة عايزة هذه الدول تتعامل معاك وبتقدم لك أطروحات وحلول، ومن الممكن أن تكون الدول العربية وجامعة الدول العربية وخاصة جامعة الدول العربية، أنت بتعرف أن هي تجمع ما بين أفريقيا وما بين آسيا، جامعة الدول العربية هي بتعتبر نفسها هي أفريقيا وهي آسيا، فبتتعامل من هذا المنطلق، فبتدعو هؤلاء الأطراف ل تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف. وخلينا نقول أن روسيا لها علاقات طيبة وجيدة مع جامعة الدول العربية ومع العرب جميعا بالمناسبة، وهي البديل الثاني للولايات المتحدة الأمريكية منذ زمن في القارة السمراء والوطن العربي وجامعة الدول العربية. كلنا كن هناك أحلاف ما بين روسيا وما بين الولايات المتحدة الأمريكية، لكن كان الاقتصاد والسياسة كان لدينا، يعني خلينا نقول كان مرونة بين الاثنين، بتتعامل في جامعة الدول العربية مع روسيا بطريقة معينة وتتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية بطريقة أخرى. فده الأمر اللي جعل الدول العربية أو جامعة الدول العربية تدعو الرؤساء لهذه القمم والدخول فيها. وإحنا بنقول أن روسيا كان يعني زي ما بنقول أن روسيا الأقرب للوطن العربي دلوقتي، خاصة أن إحنا بنتكلم عن روسيا كان لها أزمة في سوريا وكانت متواجدة في سوريا، الولايات المتحدة الأمريكية كان لها أزمة في سوريا ومتواجدة في سوريا. فأنت بتتكلم عن حتى في الحروب كان الدول في مشاكل، دول عربية
تجد فيها روسيا وتجد فيها الولايات المتحدة الأمريكية، وتجد الأقرب لهذه الدولة بالمناسبة كان روسيا وليست الولايات المتحدة الأمريكية، فكان في حالة تعاطف مع روسيا من الدول العربية، خلينا نقول علشان أنها كانت تحترم الرغبة العربية في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، وتحديدا ما حدث في سوريا مؤخرا كلنا كنا بنشوفه، كنا مستائين والعالم كله كان مستاء من التواجد الأمريكي بالمناسبة، ولم يستاء السوريين نفسهم، استاءوا من التواجد الأمريكي ولم يستاءوا من التواجد الروسي، لأنهم كانوا بيعتبروا التواجد الروسي معهم وليس ضدهم. فيما يخص الحكومة يعني أو الرئيس بشار، الرئيس البشار المعارضة ربما يكون لها موقف، المعارضة لها موقف آخر، خلينا نقول إحنا بنتكلم عن، لكن هو المصلحة كانت بالمناسبة مع روسيا وعودة روسيا وسوريا للحضن العربي مرة أخرى أثبت دليل قاطع على أن بالفعل روسيا كانت لم تتدخل في الشأن الروسي السوري لهدمه، لكن الولايات المتحدة الأمريكية. أستاذ إبراهيم، يعني بعض المحللين بينظروا للحرب الروسية الأوكرانية على أنها الحدث الأهم في يعني وعلامة فارقة في الحقيقة في الفترة الحالية، ربما تكون الحدث الأهم بعد الحرب العالمية الثانية، هل تتفق مع هذا الرأي وأنها ستغير العالم أيا ما كانت نتيجتها؟ يعني خلينا نقول ان هي غيرت العالم بالمناسبة، احنا لنا 3 سنين ما يقرب من 3 سنين واحنا العالم متغير بالمناسبة، متغير الى حالة خلينا نقول اسوأ، انت اسوأ فترة اقتصادية، اسوأ فترة ازمة اقتصادية يمر بها العالم هي هذه الحرب. فاذا حتى لو انتهت الحرب كما هي دلوقتي الان بالمبادرة الافريقية او بغير المبادرة الافريقية، انا اعتقد انها ستغير وجه العالم، لكن لو جاءت بالمبادرة الأفريقية فستغير وجه العالم للأفضل بالنسبة للقارة السمراء. أنت بتتكلم على أن أنت متدخل في أزمة ومعضلة حقيقية لم تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية مع الدول الأوروبية مع روسيا مع الصين بالتفاهم، فأنت عندما تتدخل وتتفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية وتفرض على روسيا وتفرض على أوكرانيا أشياء ونقاط يتوافق عليها الطرفين فأنت عبقري، القارة السمراء ستكون في مثابة العبقري في حل الأزمة الأوكرانية الروسية. احنا دلوقتي بنضرب المثل بأزمة روسيا وأوكرانيا، ما عادش في أزمات أخرى، ما عادش في بتضرب أمثال بأمثال أخرى سابقة، لا انت بتضرب المثل دلوقتي بالأزمة الأوكرانية الروسية، خلاص أزمة أصبحت محل نزاع وأصبحت احنا كلنا بنحاول نتعايش معها، أنظمة كبيرة ودول تتعايش مع الأزمة الروسية الأوكرانية، فعندما تجد ان يطرح عليها حلول وتحل هذه الأزمة في هذا التوقيت، اعتقد ان احنا سنكون أفريقيا سيكون لها شأن، سيكون لها تواجد على المحافل الدولية وفي الساحة الدولية، احنا سنكون حلف آخر يضاهي الروس والأمريكان والأوروبيين، فإحنا هنكون والصين طبعا، فإحنا هنكون حلف من الأحلاف اللي موجودة اللي أعتقد أنها سيكون لها شأن في المستقبل القريب العاجل. لكن تزامن وجود القادة الأفارقة يعني والمبادرة الإفريقية مع تصريح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدد فيه باستخدام القدرات النووية الروسية في حال التعرض بلاده للخطر، كيف تقيم هذا التصريح؟ هل هو تصريح يعني استراتيجي لا يدخل في إطار الجدية، ولا هو تصريح حقيقي خصوصا مع نقل روسيا لأسلحة نووية تكتيكية إلى بيلاروسيا؟ يعني خلينا نقول ان التصريح ده سبق المبادرة الروسية شوية، يعني هو كان يعني قبلها بأيام بالمناسبة، فإحنا من هذا المنطلق من الممكن أن نعيد نقول أن من الممكن أن يكون المبادرة الأفريقية هي نتاج ما حدث من تصريحات من الممكن أن تضر العالم، فتدخلت دول أفريقيا والاتحاد الأفريقي بهذه المبادرة لهذه التصريحات. خلينا نقول أن التصريح ده كان يسبق إعلان المبادرة بأيام قليلة أو ساعات قليلة، أعتقد أن ده بالفعل كان من الممكن أن يكون هناك أزمة تضر بالعالم كله وليس بأوكرانيا وروسيا بس، احنا لو التهديد النووي بالمناسبة سيهدد العالم وليس يهدد شخص آخر. خلينا نقول أيضا أن ما يحدث في من خلينا نقولها أزمات داخلية سواء كان في المواد اللي بتدخل، احنا كلنا بنعرف أن خطوط الغاز ما بين روسيا وأوكرانيا وما بين دول أوكرانيا وغيرها والدول الاتحاد الأوروبي كان فيها مشاكل وحدث لها مشاكل، مين اللي عمل المشاكل دي؟ يقولوا أوكرانيا، وأوكرانيا تقول روسيا، وروسيا تقول لك لا ده الولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية تقول لك لا كذا، والتحقيقات ما زالت لسه احنا بنقول ان هي لم تشفي او لم تظهر للنور مين اللي عمل في
فين وليه وعشان ايه؟ تقول لك روسيا هي اللي مطلعه من عندها، طب ما انا هطلع من عندي، طب ما انا اخليها موجوده اضربها ليه؟ طب اوكرانيا تقول لك انا ما ضربتش ده كذا، الناس يقولوا. فهي دي الازمه الحقيقيه. التحديات التي تواجه الازمه الروسيه الاوكرانيه اعتقد ان هي لم تواجه روسيا واوكرانيا فقط، ولكن تواجه العالم. الخطر الذي يهدد به بوتين، بالمناسبة هي دولة عظمى وتستطيع، ولو قالت ده من الممكن أن يحدث، تدخلت أفريقيا والمفروض أن يتدخل العالم وتدخل أمريكا والدول الأوروبية والصين وكل الحلفاء يتدخلوا لمنع أزمات بعد ذلك. احنا خلينا نقول ان العالم كله مبني على السلام، كل منظمات الدولية ومواثيق الأمم المتحدة وكل الدول كانت مبنية على السلام. وجدنا أزمة كورونا جت والاتهامات كانت ما بين الصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية. نجد الحرب الأوكرانية الروسية كان أزمتها أصلا هي جزر القرم. أنت بتتكلم في حاجة كانت مشكلتها بسيطة جدا، أن تروح الاتحاد الأوروبي ولا ما تروحش، دي ناخدها ولا ما ناخدهاش، دي تبع روسيا ولا تبع الاتحاد الأوروبي، دي كلها كان مشاكل من الممكن أن تحل بدون الدخول والخوض في حرب. إحنا الحرب اللي فيها دلوقتي حوالي 13 ألف قتيل في هذه الحرب، يعني عندك أزمة حقيقية في الحرب الروسية الأوكرانية، أزمة بشر، هناك بشر ماتوا، هناك بشر تشردوا. بالمناسبة هي من أخطر الحروب في هذا العالم. يعني أنت لو تكلمت على حروب في كل الدول والانقسامات اللي في الدول العربية والدول الإفريقية خلينا نقول الربيع العربي والثورات العربية وده كله، لا ما حصلش زي ما حصل في روسيا وأوكرانيا بهذه الطريقة وبهذه الأزمة. أنت بتتكلم عن أزمة حقيقية غزت العالم بسفك دماء وأشياء لا نظير له. فعندما تتدخل أفريقيا بهذا الشأن، أنا أعتقد أن احنا سيكون لنا دور مهم في هذا الأمر، وسيكون الدور الأفريقي هو الأبرز. والمناسبة أنت لسه بنتكلم عن المبادرة الأفريقية دلوقتي، المبادرة الأفريقية بعد أسبوع شوفها وصلت فين، بعد شهر شوفها وصلت فين، بعد شهرين شوفها وصلت فين. أنا أعتقد أن احنا ستصل إلى أماكن، أعتقد أنها ستكون الأفضل من المبادرات السابقة، وسيكون لديها حلول في كيفية إدارة هذا الملف بهذه الصيغة وبهذه الطريقة، لأن ده نتج عن مجموعة من الزعماء ذهبوا بهذه الطريقة وبهذه الصورة. وأعتقد أن المبادرة لم تعلن حتى هذه اللحظة، ولن تعلن إلا بعد موافقة الطرفين. بالمناسبة يعني مش معناها أن احنا رحنا روسيا فنعلن أن احنا اتفقنا على 1-2-3 وإحنا لسه ما رحناش أوكرانيا. أعتقد أن هم فاهمين هم بيعملوا إيه، وستصدر المبادرة النهائية، ومن الممكن أن يحدث توافقات لها. وخلينا أقول لحضرتك على حاجة أخيرة في هذا الملف. احنا بنتكلم عن مصالحات حدثت في افريقيا، واهم مصالحة حدثت هي المصالحة مع نيلسون مانديلا، الرجل الزعيم اللي حصل ده عنده حلول في جنوب افريقيا حلها. عندك في مصر انت بتتكلم عن مصالحات انت بتقوم بها ما بين الجانب الاسرائيلي والجانب الفلسطيني، ما بين الدول العربية بعضها وبعض، انت ليك ملف في المصالحات في الدول العربية. فاذا انت بتتكلم عن قارة لها ثقل في دولها في هذا الامر وفي هذا الشأن، وبتحل بالمناسبة وبتنتهي تماما. فاذا انت مقبل على شيء، اعتقد ان احنا في حدود محطوطة ان احنا هنصل لحد فين ونتجه اي اتجاه لانهاء هذه الازمة الاوكرانية الروسية. نعم، افريقيا بطبيعة الحال لها مصلحة كبيرة في حل هذه الازمة الروسية الاوكرانية، على رأسها اتفاقية الحبوب. هل تعتقد أن هذه الزيارة وهذه المبادرة ربما تؤثر في قرار الرئيس الروسي للتأكيد على اتفاق الحبوب، لأنه برضو بيعاني من بعض المشاكل، وأحيانا بيتوقف اتفاق الحبوب، وهناك طبعا وساطة تركية ما بين الطرفين. هل تؤثر هذه المبادرة على موقف الرئيس الروسي في تسيير اتفاق الحبوب؟ يعني انا اعتقد ان اتفاق الحبوب اللي هو عقد مؤخرا وكيفيه ادارته، وتحديدا تركيا كان لها دور كبير في حمايه اتفاقيه الحبوب منها ان هي تنزل من اوكرانيا وتذهب الى العالم عن طريق تركيا، اعتقد ان هي من الممكن ان تستمر، يعني مش هيبقى فيها مشكله، ولن يكون هناك مشاكل يحدثها الرئيس الروسي في ظل هذه المبادرة. وأعتقد أن المبادرة دي حدناها موجودة، لكن من الممكن أن يكون هناك مبادرات أخرى، أن تطلع سلع أخرى من روسيا.
إلى بعض الدول الأخرى. أنت بتكلم عن اتفاقية حبوب كانت هي اتفاقية بين أوكرانيا وبين الدول المستوردة من أوكرانيا وتعهدات من روسيا لتركيا. النهاردة أنت عندك التعهدات هتكون من روسيا وأوكرانيا إلى الدول الأفريقية، أيضا عن عبر تركيا هتتوجه إلى بعض الدول التي تستورد القمح من أوكرانيا. لكن خلينا نقول إن هذه الاتفاقية ستواجه اتفاقيات أخرى مع الجانب الروسي نفسه، لأن روسيا نفسها محتاجة إن هي تصدر بعض الخامات اللي عندها عشان تتعامل بهذا الأمر. هناك خلينا نقول إن في أزمة اقتصادية لدى روسيا، يعني روسيا مش بالمنطق إن هي الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عليها عقوبات وفرض على بعض الدول الأخرى عقوبات التي تتعامل مع روسيا. فأعتقد إن هي سيكون في حلول في هذا الأمر لاستمرار اتفاقية الحبوب وغيرها من الاتفاقيات. طب أستاذ إبراهيم، يعني أنت بتتحدث عن إن المبادرة الإفريقية لسه في أولها وربما ننتظر أسابيع أو شهور وربما تنجح هذه المبادرة وهي مرشحة بالفعل للنجاح نظرا لحياد الدول الإفريقية، وإحنا بنتحدث عن عالم متعدد الأقطاب على رأس الولايات المتحدة أيضا للاتحاد الروسي والصين وظهرت قوى إقليمية أخرى. هل في المستقبل، يعني نتمنى طبعا لكن نتوقع، أن يكون هناك من ضمن هذه القوى أو الأقطاب الموجودة يعني هذا القطب الإفريقي الذي يكون له تأثير، خصوصا يمكن في توقعات من 100 سنة أن يكون هناك قطب صيني وقطب هندي وقطب إفريقي؟ يعني خلينا نقول إن أفريقيا لديها ميزات كبيرة للتواجد. بالمناسبة احنا لدينا ثروات حقيقيه، ليست ثروات يعني خداعيه زي ما بنقول، لا، انت عندك ثروات حقيقيه في الدول الافريقيه تؤهلك ان انت تكون متواجد على الساحه. اهم شيء عندك يكون التخطيط بتاعك سليم والدخول في هذه المشاكل في توقيتاتها الصحيحه. يعني انا اعتقد ان المبادره الافريقيه لو دخلت اول ما دخلت في بدايه الازمه اعتقد انها كانت باءت بالفشل كما سبقتها الاطروحات الاخرى والمبادرات الاخرى. لكن خلينا نقول ان بعد حاله من خلينا نقولها حاله من التعب الكبير التي تواجه العالم، انت عندك ازمه اقتصاديه طاحنه، عندك ازمه اوكرانيا جت هددت العالم تهديد غير عادي، جت بعدها الازمه الاوكرانيه الروسيه عملت ازمه حقيقيه بين الجانب الروسي الاوكراني والحلفاء. تأثرت أوروبا تأثرت تأثر غير عادي ولم يسبق لأوروبا أن تتأثر في أي أزمة، حتى أزمة كورونا بالمناسبة لم تتأثر فيها زي ما تأثرت بأزمة روسيا أوكرانيا. نعم. فأنت بتتكلم في أن أنت لديك جهد كبير، لديك يعني خلينا نقول أسباب النجاح. أسباب النجاح أن هي في أزمة لدى الطرف الآخر، الأزمة لدى الطرفين بالمناسبة، لدى الحلفين. إحنا العالم ينقسم دلوقتي إلى حلفين مش ثلاثة، الثالث اللي هو أنت أفريقيا اللي بتتجه إلى حل الأزمة، فأصبحت أنت طرف ثالث في العالم. أفريقيا جعلت نفسها طرف آخر موازي للطرف الروسي، الطرف الأوكراني. تمام. الطرف الأوكراني مع أوروبا ومع أمريكا، الطرف الروسي مع الصين وإيران وبعض الدول الأخرى. وضحت الصورة أستاذ إبراهيم، لكن نتمنى إن شاء الله أن تمر هذه الأزمة على العالم أجمع يعني بسلام وأمن إن شاء الله وأن تنتهي قريبا. لكن انتهت أعزائي المشاهدين هذه الحلقة من حوار اليوم. في الختام أشكر ضيفي في الاستوديو الكاتب الصحفي الأستاذ إبراهيم الدراوي، شكرا لتشريفك. شكرا. أعزائي المشاهدين، وفي ختام هذه الحلقة نشكر لكم حسن المتابعة وإلى لقاء قريب.